قائلا: سلمية أجمل من أي معبد أو مترو أو تلفريك أو هيمالايا أو أي رسول أو مبشر، لأنها نبوءة وبشارة وحكمة وطيش مبدع، ولأنها سلمية فهي كذلك وأكثر. بعد مضي 40 يوما على رحيله، أقيم في المركز الثقافي العربي بمدينة سلمية حفل تأبين للشاعر فايز خضور بحضور شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية من مختلف المحافظات السورية. الشاعر الراحل فايز خضور هو جزء أساسي من اتحاد الكتاب العرب، بل إن له أياد بيضاء في اتحاد الكتاب العرب، هذه المؤسسة الثقافية العريقة. فهو قد اشتغل في صحيفة الأسبوع الأدبي وفي مجلة الموقف الأدبي وفي مخطوطات اتحاد الكتاب العرب، وبالتالي لا يمكن لأي شخص له علاقة بالثقافة أو بالفكر أو لأي أحد في اتحاد الكتاب أن ينكر جهد ودور الشاعر الراحل فايز خضور في عمل اتحاد الكتاب. وبالتالي فنحن عندما نقوم بأي مبادرة أو عندما نشارك بأي فعل تكريمي للشاعر الراحل فايز خضور، فإنما نقوم بواجبنا تجاه هذا الشاعر. رسالة سلمية ورسالة فايز خضور ورسالة محمد الماغوط ورسالة كل المثقفين السوريين الذين خرجوا من السلمية أو خرجوا من بقية المناطق السورية الأخرى، رسالتهم الثقافة ثم الثقافة ثم الثقافة. كلما استطعنا أن نعزز الوعي الثقافي اجتماعيا شعبيا إنسانيا، نستطيع أن نتقدم خطوة تلو الأخرى. الحفل تضمن كلمات للضيوف الذين عبروا عن حبهم الكبير للشاعر فايز خضور وعن أهمية القصائد التي كان يقدمها، كما تم عرض فيلم تضمن محطات عن حياته. شاعرنا المكرم اليوم، وإن كان هو حفل تأبير أنا أعتبره شاعر يكرم الآن، هو لن يرحل ولم يرحل، لأنه باق بيننا بما قدمه من أعمال كبيرة. الحقيقة أنه احتفاء كبير شاركت فيه معظم الفعاليات في سلمية، وهذا فخر لنا وللوطن ولسلمية. وفايز خضور الحقيقة شاعر يستحق كل ذلك، فهو شاعر كبير قدم الكثير، قدم حبه للوطن بقصائد لا تزال يحفظها الجميع، قدم حروفا رائعة، قدم تفعيلات لم يفعلها غيره، وأصاب كثيرا ذاك الشاعر جوزيف حرب عندما أسماه الشاعر الأمهر. يكفي أنه ذكر بين أحد ثلاث شخصيات من مدينة سلمية في أدباء السوريين في 100 عام. الحضور أكدوا أن الشاعر فايز والشاعر محمد الماغوط من أعلام الثقافة في مدينة سلمية، وستبقى أرواحهم وأشعارهم موجودة تتوارثها الأجيال القادمة.